بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سميع يا كريم يا هادي. ما أقبح القطيعة بعد السلع، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودة. تنجب المودة وعلى المسلمين تمتعوا بالمودة، وندعو إلى المودة. قدر أغلب الناس في عداوة، الابن وأبي الزوجة وزوجها، وانت ماشي. العداوة هي اللي منتنا حياة الناس، نقص عليهم حياتهم. تونت كيف ذيتها ناوي تودة وجفيها، على عنا في الكرب ما هي عقل خامس، ما يجب يكون رجل تحل إلا ما هي زوجته. حنا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عكس ذلك، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لئيم اللي يهين الأنثى، هي على طبيعتها، خليها طبيعها رقيقة، طبيعها ترومك، تعتمد عليك، تقول هذا ينفق من المال الحلال، و و و و يحسن عشرتي ويستر ما ستر الله عني، و و و والسلام علينا أهل الإحسان.